انا جيت سعيده وجيت فرحانه جيت فخوره بتواجدي اليوم في مراكش فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو مراكش في دورته العشرون. ما شاء الله كبر. اللي نقدر نقول حاليا ان هاد ليديشن اي تري سبيسيال. بزاف الحوايج ناقصين ولكن بزاف الحوايج زادوا. كان ان انورم بروفيسيوناليزم كيبان والحمد لله حنا قادين عليها. دونك دوكو واخا الاجواء شويه ما كتميلش الاحتفال ولكن نحتفلوا بلادنا ونحتفلوا في السينما العالميه. انا جيت فخوره نكون اليوم وجيت فخوره بان كاين جوج افلام مغربيه في المسابقه الرسميه. فرحانه بزاف للصديق والاستاذ العظيم الكبير فوزي بن سعيد. مرحبا بكم انتم كصحافه اللي تنعتزوا بها وفرحانين بها لانه هو الفن بلا صحافه صعيب باش يكونوا باش يوصل للجمهور. تنشكركم بزاف على الحضور ديالكم المكثف. وفي الحقيقه انا ديما الحضور ديالي تيكون في المهرجان ديال مراكش تيزيد واحد تتحس واحد الاحساس اخر وكتحس بانه هو راه الفن المغربي غادي لقدام وكتشوف افلام زوينه اللي تتشرف البلاد وتتشوف مخرجين ديالنا الزوينين وتتشوف الفنانين ديالنا الزوينين. والحمد لله المهرجان ديال مراكش ديما تيعطي واحد النكهه لمدينه مراكش والفن المغربي. افلام وحضور هذه فرصه باش الواحد يكتشف افلام جديده. الحمد لله السينما المغربيه عندها حضور قوي وجميل كيشرف. كاينه على سيليكسيون ديال هذا العام يعني في المستوى جميله جدا. و يعني كنشوف بان هذا المهرجان داز بحال هاد الطبيعه هكا يعني هذا اتحاد و من رقة ومن تضامن مع هذا الشيء اللي واقع في العالم. وكنشوف بان يعني كيشرف يعني الحمد لله المغاربه دائما عندهم واحد كيف كنقولوا هما وشان وناس عندهم قلب وعندهم رقة في المعاملة مع الدول الكاملة. الحمد لله أنا سعيدة جدا بتواجدي هنا في الدورة العشرين. أنا ككل سنة حاضرة في هذا المهرجان اللي بالنسبة لي شرف كبير وكيشرفنا في المهرجانات العالمية لأنه أصبح يعني عنده مكانة خاصة. وكذلك مدينة مراكش بالنسبة لي هي السحر ديالها والفات باش أنه هذا المهرجان يتواجد في مراكش ففرحتين. هذه السنة هي 20 سنة فكنتمنى طول العمر لهذا المهرجان ويبقى دائما ان شاء الله في القمه. ونتمنى ان شاء الله يطولنا بالعمر ونحضروا له دائما. التواجد هو تواجد للاحتفال اولا بالذكرى 20 لتاسيس هذا المهرجان القوي، ايضا للحضور مع كل المكرمين ان شاء الله اللي غادي يكون غدا باعتبار انه يوم مهم جدا سيخلد اسماء بارزه في عالم السينما سواء من اعضاء لجان التحكيم التي مرات المكرمين الى غير ذلك، وايضا لحضور مجموعه من الماستر كلاس والافلام ولتشجيع المكرمين هذه السنه لانهم خصوصا انه سيكرم فوزي المسعيدي كاحد الاسماء البارزه في عالم السينما سواء المغربيه او العالميه، وبالتالي هذا الحضور سيكون حضور لخلق هذه الديناميكيه التي خلفها
واصبحت تقليدا في السينما خصوصا في مراكش ولكن بالمغرب، واصبح قبلة لكل عشاق سينما في العالم. شكرا. Means a lot to me. A tribute is always something that is a pat on the shoulder, telling me that keep going, you're doing fine. Secondly, about 10 years ago, Marrakesh was celebrating Scandinavian films and helped us be having a place on the map. So we are very grateful for what they did to us 10 years ago, and I'm obviously very grateful that they are giving me an honor award today.